بحييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعوا الحل عنا. اللي بدي اقوله كل يلي عم يتحضروا هلا للويك اند بدي اقول لهم ينتبهوا كثير على الطرقات، ممكن يكون في شتي ممكن يكون في تصحيط، ولكن الاهم بعرف في كثير حفريات وفي كثير ورش عال او واقفه، والسؤال وين المتعهدين وليش متوقفين واي متى التزفيت؟ هيدا سؤال كبير برسم كافه المسؤولين، وبنتقل انا وياكم للمعلومه. معلومتنا لليوم مفرحة لدرجة أنه أكيد ما بتنسينا هالانفجار يلي حصل في الأشرفية، ولكن اللي بدي أقوله أنه الهيئة العليا للإغاثة أعلنت أنه رح تقوم بدفع تعويضات الأضرار الناتجة عن انفجار منطقة الأشرفية بيروت شارع إبراهيم المنذر بتوجيهات من رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي أيام الاثنين والثلاثة والأربعاء 13 14 و15 الحالي من الساعة 10 صباحا للساعة 4 بعد الظهر بمكاتب الهيئة ببيروت مينا الحصن بناية ستاركو بلوك اس الطابق الثامن، على ان يحضروا المستفيدين معهم يجيبوا معهم المستندات التالية: أضرار المساكن صورة عن الهوية أو إخراج الأيد، أضرار السيارات صورة عن الهوية ودفتر السيارة، أضرار المؤسسات إذاعة تجارية وإفادة تسجيل في المالية. وبنتقل أنا وياكم لمين المسؤول. بجولة قمنا فيها من أسبوعين كان في شتاء صحيح، ولكن الكاميرا أكيد كان شتاء أو شمس، المهم نضوي على البلدات يلي عم نزورها، يلي عم نضوي على أكيد الأشغال يلي عم بتصير فيها، على مطالب أهاليها. اليوم نحن محطتنا بمنطقة بلاط جبيل، كلنا بنعرف هالمنطقة أكيد عندها بلدية، ومعنا صار على الخط رئيسها الأستاذ إلي أوبا. يعطيك العافية رئيس. رئيس بونجور. اهلا بونجور، كيف الصحة ماشي الحال؟ كتر خير الله. انت بدي كيف انا بعرف انت عم تحكيني من بلاط وانا بالاستوديو، ولكن انت وانا والمشاهدين رح نروح زيارة مع زميلي دوريس الحاج بالكاميرا على بلاط ونشوف شو صورنا من اسبوعين، نعلق سوا ونجاوب على اكيد اسئلة ابناء بلاط. بنشوف سوا الروبورتاج. Thank you.
ريس، تحت الشتاء كان في اشغال، لاحظنا على الطرقات ولاحظنا انه في كان في تزفيت، وهلا يمكن في ورشه ثانيه. من اسبوعين لليوم شو تغير؟ من اسبوعين لليوم تغير اشياء كثيره. اول شيء الطريق، الطرقات اللي هلا صورتوها اتزفتت عن جديد. نعم، يعني زفت حوالي الاربع كيلومتر زفت. نعم، وحطينا ازهار جديده على الطرقات. نعم، وزياده كمان عملنا رونفوان جديد غير الرونفوانات الموجوده عندنا ببلاط. عملنا رونفوان خلص من اربع ايام يلي هو مدخل الطريق البحريه من جهه الجنوب. نعم، رونفوان كمان بيجي تقريبا قد الرونفوانات الكبيره اللي عملناها قبل. حاليا بقيه الطرقات كلها يعني زفت، ما خلص، ما هيك بعدكم عم بتكملوا الطرقات؟ لان نحن اتصال وردنا من طريق النادي بيقولوا انه كثير محفره، وكنا نحن حكيناك عنها مسبقا. شو مصير هالطريق هيدي؟ رح يلحق الزفت؟ صحيح، نحن عاملين الطريق هيدي، طريق النادي اللي عم تقولي عنه. نعم، السنه الماضيه اذا بتتذكر حكيتيني وقلت لك انا ما بقى نعمل طريق نزفتها الا ما نعمل لها قناه المياه والحيطان تبعها والرصيف وبنرجع بنزفت. نعم، نحن السنه صرنا عاملين حوالي الاربع كيلومتر انيات مي مياه امطار، يعني هلا وزفتنا وراهم، هلا بتشتت الدنيا، المي بتنزل بالمصبعات تحت الارض كلها بتروح للبحر. نعم، يعني نحن عم نشتغل كيف بيشتغلوا باوروبا وبامريكا، هيك لازم نشتغل، مش لازم نيجي نقول عم نزفت يلا مش الحال. يعني في تنسيق مع كافه الادارات انه تنفتح مره واحده الطريق وبس تخلص كل الاشغال. صحيح، بتتزفت نهائيا وبتتخطط، واكيد بكون عليها كل سلامه. صحيح، شو السلام العام؟ وهالطريق اللي عم تحكي عنه انا دغري فهمت الشاب اللي كان عم بيحكيكي. نعم، عم بيقول انه نحن بلديه بلاط. ايه، قال انه يلي ما بيدفع للبلديه انتم بتهملوه، بس يلي بيدفع، مش يلي بيدفع، يلي هن بينتخبوا. صحيح، نطاق البلدي عندهم أفضلية دائما. هل هالشي صحيح؟ لك شو هذا رد مع، يعني حرام رد عليه هذا الحديث المألوعيزي، يعني يعني هذا الشخص اللي عم بيحكي عم بيتجنى كثير، يعني عرفتي كيف؟ بس بدي اقول لك شغله، انه ببلاط في 80 كيلومتر طرقات داخليه ومحليه. نعم، ببلاط 80 كيلومتر ونحن ماشيين فيهم، فتحنا طريق من البحر على بلاط، طريق تفتح طريق مستيتا من جمعه من 10 ايام لاخر مستيتا، زفتنا طريق بلاط الأساسية بطول 2 كيلومتر، وفتحنا طريق قلنا 3 سنين بنشتغل عليها، أخذنا مرسوم فيها، وبدل ما نروح على الجبال ولا نروح أي محل تنرجع نفوت على بلاط، صرنا نفوت ديركت 30 ثانية من ساحة الرئيس ميشيل سليمان لبلاط، 30 ثانية صارت، يعني أنت بتحكي تحت عند السفينس. نعم، 30 ثانية بتصيري بقلب الضيعة. يعني حلقات السير كلها، وأنت بتعرفي إنه عندنا ببلاط نحن الجامعة اللبنانية الأمريكية. صحيح، وطلاب يعني كل يوم 2000 سيارة بدهم يفوتوا على الجامعة، يعني نحن أمنا لهم كل الأمان، وكل صارت طرقاتنا مدروسة. يعني هيدي الطريق يلي واصل. نعم، هي طريق ممكن يلحق الزفت السنة أو كيف؟ هيدي بحزيران نحن عاملين مخطط وماشيين فيه، وبحزيران إذا الله راد الرئيس يلي جاي محلي هو رح يكفيها، لانه عاملين لها دراسه وخالصينها. يعني هلا انتم بمرحله تسليم وتسلم، اول ثلاث سنين وبعدها ثلاث سنين باتفاق رضائي مع الرئيس المقبل. اتفاق جنتلمان نحن بيناتنا انا وسيد الصيفي لتسلم وتسليم سيد بولس الصيفي، اللي هو بيسلم البلديه اذا الله راد، ونحن كلنا كمجلس كله رح نكفي بالعمل مع بعضنا. نعم، وفي شغل كثير. يعطيكم العافيه. في مشكله المشاكل مش بس ببلاط، ولكن بلاط عم بتعاني منها كثير، والاتصالات عديده، قضيه الصرف الصحي. صحيح، شو قضيه هالصرف الصحي يلي مش بس بلاد جبيل عم بتعاني منه، وكسر وين كمان، والمتن كمان، ولكن بتعرف ايام صيف والناس بدها تتحمل. شو عندنا جديد بهالقضيه هيدي؟ لانه الاتصالات ما في خبرك قد ايه يا ريس. بعرف بعرف، انا بالحقيقه يعني الشغل الوحيد اللي بعد ما قدرنا امنا بالواجب فيها مضبوط 100% هي هيدي الصرف الصحي. نعم، انا بعترف، ونحن الحل تبع نحن كان في تنقول تقريبا 40% من الجوار الصحيه حليناها وانتهت. هلا باقي بعد قسم
من عده في عده جوار بعد بمنطقه، وخصوصا المنطقه بتسموها مستيتا. نعم. هذه ارضها كلسيه وما بتستوعب، يعني الجوره قد ما يكبروها اخر شيء مسكره، يعني علبه مسكره، كل اللي بيزيد بده يطلع منها. مشان هيك ما في لها حل، الحل هو غير قانون انه واحد يعمل روتري، وانا ماني رح فوت بالمخالفات، انا قضيت 3 سنين من دون اي مخالفه وما رح كفي بالمخالفات، الحل هو شبكه صرف صحي. او بدنا نعمل شغله ثانيه يلي هي محطات تكرير. هلا عاملين دراسه لانه بتكلف مصاري كثير. نحن كل شهر كل شهر عندنا حوالي 40 جوره نحن عم نسحبها. يعني 40 مره عم نسحب جور، في جور على القليل عم تنسحب 7 مرات بين مرات بالشهر، البلديه عم تسحبها. ريس هيدا مشروع المحطات التكرير، هذا مشروع للدوله ما هيك؟ يعني مش قادرين الدوله عامله محطه تكرير بجبال. نعم. ونحن بدها توصل الشبكه عليها. نعم. يعني قصه وقت بتصور انه صارت على التلزيم، بس في محطات صغيره اللي هي لكل بنايه. نعم. بتكرر المي وبتنزل مي نظيف، ومع العلم انه نحن ما بقى في ترخيص ببلاط الا مع محطه تكرير. يعني اي اللي عم تحكي عنه بنا قديم عمره 30 سنه و40 سنه وعنده مشاكل، شو بدي اعمل؟ يعني ونحن عم نركض والبلديه عم تركض وهالقد. يعني فينا نقول انه حاليا بانتظار انه تلزيم المحطه والاشراق والتشريك عليها، بدكم تبعوا هالمنوال انه البلديه تسحب، واذا القديم كمان ليش لا، ليش ما بيرجع بيعمل محطه اذا كانت شغله بدها سنه وسنتين؟ لانه بنعرف حتى تتلزم وتتنفذ مش رح تخلص قبل بسنه. صحيح صحيح، وهذا شيء عم ندرسه لنكون واقعيين. وقديش قديش وقديش البلديه قادره تساعد الناس بهذا الموضوع للابنيه القديمه؟ بالحقيقه نحن انا من وقت ما جيت على البلديه رفعت الجبايه عندي 3 أضعاف. نعم. يعني اشتغلت على جبايه مصاري، ونحن عم نزف الطرقات وعم نعمل رومفانات، صرنا عاملين 4 رومفانات ببلاط، يعني شيء بجنن وشيء يعني هيدا جدا. حلو بمحله وكله من مصريات البلديه على الطرقات العامه، لانه كانه ما في عندنا وزاره اشغال نحن. والصندوق البلدي المستقل قبضته هلا ما عليكم؟ الصندوق البلدي عم يعمل واجباته معنا، صحيح، بس وزاره الاشغال بيظهر انه مش عم يوصل الزفت اللي عندنا على بلاط، صرنا مراجعين عده مرات وكل مره بالاخر شيء زهقنا. بالحقيقه مش لازم نزهق، مش لازم نزهق ريس. طالب باللامركزيه الاداريه، خلينا نحن نلم مصاري ونشتغل نحن. المهم هلا اني مشكله المشاكل هي صرف الصحي بالمنطقه، ومش بس بجبال ببلاط مستيتا، بجبال كمان وبالمنطقه ككل. يعني بكل احوال ريس انا بدي اقول لك يعطيك العافيه، شكرا لكل التعاون اثناء هال3 سنوات يلي حضرتك كنت رئيس بلديه بلاط، وهلا نحن اكيد بنرحب بالرئيس الجديد بولس الصيفي. تعاون مستمر، وبتقول للاهالي بقدر ما بيتعاونوا مع البلديه بقدر ما بيشوفوا نتائج افضل. اكيد يعني هون طمنتنا انه اللي بينتخب واللي ما بينتخب بحال واحد. شكرا لك استاذ إلي أوبا رئيس بلدية بلاط جبيل. منتابع أنا وياكم مشاهدينا، نتلقى اتصالاتكم على 0444444. ألو 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 ألو. مرحبا مرحبا، تفضل. أنا على الهواء؟ إيه نعم تفضل. لا بس حدا عم يحكي. أنا عم بحكيك، أنا عم بقول لك أهلا وسهلا فيك، تفضل. أهلا كيفك؟ نشكر الله، تفضل. من شهر أنا حكيت حضرتك بخصوص، حكيت باسمي كشخص بخصوص خطوط تليفونات ببلدة جوية، معك حسن فواز. أهلا أستاذ حسن، نعم. من شهر والمشروع صرنا قاعدين فيه تقريبا سنة وثلاث شهور، بعد لهلا ما وصل تليفونات، مع العلم إنه مقدمين كل شيء يعني والخرائط وكذا، يوم بيقولوا لك بأجر، يوم بيقولوا لك بوزارة الاتصال، كل يوم بيحكوا لنا حكاية. هلا اليوم أنا عم بحكيكي باسم 200 عائلة. نحن 200 عائلة، مجمع هو 7 بنايات، مشروع فواز معروف هو بالطيعة. نعم. فبنتأمل من برنامجكم الكريم ومن حضرتك إذا في مجال تحكوا لنا حدا. لك مشكلة مش بس عندكم، مشكلة وين ما كان، حتى بالمنصورية متصلين فينا، بالبقاع الغربي اللي هي مبدئيا أجيرو مفروض هي تركب. اليوم الخلاف ما يعني للأسف اللي صاير بين أجيرو والوزارة، هو عم بيعرقل والوزارة لحالها مش قادرة تقوم بكل هالأشغال هيدي. بكل الحالات إن شاء الله بنعطي جواب للكل إنه شو ذنب الناس بالنتيجة يلي
دافعة ومحضرة العلبة وبدها خط ثابت، يعني هيدي شغلة كتير طبيعية يكون عندها خط ثابت ويتركب. خليني رح راجع بالموضوع مثل ما بقية الناس كمان يلي سألتنا أي متى رح يتم تركيب الخطوط الجديدة. أهلا وسهلا فيك أستاذ. كمان اتصال. ألو تفضلي. بونجور. بونجور، كيفك سترة بيكا؟ نشكر الله، تفضلي. امبارح في حد، نحن عم نحكيكي من منطقة النيروضة. ايه اهلا وسهلا، حدا حكينا موضوع المي. نعم. فوالا، قالوا لي امبارح مشان انه عم بتروح المي على الويفز، ما الويفز، حضرتك قلت انه اليوم بتردي خبر انه شو صار. نعم. هل تابعتي هالموضوع؟ صراحة بتعرفي الإدارات على 11 بيسكروا. أنا بعد ال 11 اتصلت قلت أنا بلكي بعد في حدا، لأنه كان في شيء ثاني عم بشتغل عليه. بدي أقول لكم شغلة، إنه دائما النهار الجمعة الإدارات بتسكر الساعة 11، يعني نحن إذا ما منلحق حالنا قبل ما بعود فينا، وقد ما في اتصالات تانية متابعات منصير شغلة ولا شغلة ولا شغلة. ولكن بوجه لهم نداء إنه موضوع النيو روضة، وفي كمان موضوع تاني هي أرطبون يلي كمان هالمي فالت على هالناس والناس بلا مي. حتى حاولت على السلولار اتصل، كان مسكر خط السلولار بالمؤسسة يلي نحن الناس اللي بنحكي معهم ويلي هن بتابعوها. بعتذر ما قدرت اليوم، يعني قدر الإمكان حاولت أعمل شيء ما زبطت، بقى إن شاء الله بكرة والتنين إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. اتصال آخر. ألو. أهلا. بونجور مدام. بونجور. وحيت عينك بس بخصوص الأجارات هالبيوت، يعني شيء كارثة. إيه والله كارثة. هلأ أنت عم تحكي عن القديم ولا عن جديد؟ لا هلا عن جديد. ايه شو القصة؟ يعني عم ما في سقف. ايه 600 دولار يعني ما في سقف، يلا قد ما بده بحطه بدك تدفع، مش عجبك غيرك بياخذ. صح، هيدا اللي عم بيصير للاسف الشديد. يعني بتعرف نحن بلد اقتصاد حر، ولكن في مسؤولية كمان، يعني دولة مفروض كمان انه تكون مسؤولة عن هالقطاع، لانه السكن هيدا من كرامة الناس مثل الشغل، يعني الواحد لازم يكون عنده شغل وبيت. بأي منطقة مسيو حضرتك عم تحكي؟ عم بحكي سبتية، سد البوشرية، جديدة. يعني قديش الشهر؟ 600 دولار؟ هيدا المينيموم إذا لقيتي. مفروش ولا مش مفروش؟ لا لا فاضي فاضي. فاضي. أيوة أنا بعد عندي شهر أعطيني إنذار تطلع من البيت، يعني ما بمشي، يعني عم بشتغل شغلة تانية، معاش تاني تقدر. وهيدا بس يعني إذا الأجار 600 دولار بعد ما عملنا شيء، يعني لا أكلنا ولا علمنا ولا رحنا على شغلنا ولا بنزين ولا. معك حق. شو بدي أعمل أنا؟ ما بعرف شو بدك تعمل يا أستاذ. شو في كتار مثلك كمان شو بدهم يعملوا بهالدولة يلي ما عم ترعى كتير الناس؟ يعني اكيد فسحوا مجالات، ومصرف الاسكاء، مصرف لبنان قال يشجع كثير المصارف انه مشان شراء بيوت شراء مساكن، ولكن مين عم يقدر؟ ليلي اللي عم يقدروا اليوم يشتروا حتى مسكن. مشكله، معك حق. ما بعرف، نحن منتابعها مع البلديه بنشوف اذا في سقف محدد او شيء. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا دائما عبر الام تي في وبناخذ اتصال جديد. الو. مرحبا. مرحبا. وحياتنا، انا عندي مشكله. نعم. في محضر سرعه لسيارتي. نعم. معمول من 16/3/2011. نعم. وانا موظف دولي، ما في على طول عطل كرمال كرمال هالمحضر هيدا. صرت نازل اربع مرات، هو معمول بمفرزه سايرب عبده. نعم. وانا نزلت على سرايا بعبده عند استاذ ملحم، هو مسؤول عن هالشغلات هيولي، واربع مرات صرت معطل شغلي حتى شيله عن الكمبيوتر مدفوع، وبدي شيله عن الكمبيوتر لانه عم عاني من مشكله انه كل ما بدي ادفع ميكانيك كل سنه عم بيطلعوني على النافع بالبنك، مش عم يقبل، عم يطلع عنده بالبنك انه في محضر ضبط، ولو ارجيت الورقه انه انا مدفوعه بس عم بيطلعني على النافع، يعني عم عطل شغلي مرتين. نعم. مره عم بنزل على بعبده، ومره عم برجع بطلع على النافع كرمال سيارتي. بقى شو الحل حتى اقدر اشيله؟ طيب ليه ما عم تقدر تشيله بمفرزة سارب عبده؟ ما بعرف، صرت نازل اربع شو عم بيقولوا لك فوق؟ في استاذ ملحم هو مسؤول عن هالشغلات. ايه شو قال لك؟ قال لي ما بيصير، لازم يكون منشال، وبعده لهلا بس افتح الكمبيوتر بيطلع. اف يعني في إلنا بدق، قديش في عالم، منيح اللي عرفت انه ما عاملين لك ظبط، غيرك يا حرام ما بيعرفوا انه عليهم ظبط بيروح وبتتراكم عليهم بكون ال 10 20,000. ليك بلكي مش عاملين ابديت على الانترنت. بجوز بس الم... يعني انا ما خليت شيء، ما عملته، دقيت لهم للبريد
البريد بيقولوا لي نحن ما قلنا عليه ابدك تشوف مبرز السير بعبدا. صرت رايح اربع مرات من 2011 صار لي سنتين هلا، بروح بنزل لعنده برجع مع كل العجقه بوصل بقول له يا استاذ ملحم هالورقه ومختومه من حضرتك انه انا دافع، بقول لي ما بيصير على كل حال اترك لي اياها هلا بشوف، بسجلها عنده على ورقه وبعدها لهلا ما انشالت. على كل حال مفروض لما بتبرز ورقه رسميه يعني مفروض تمشي لك اشتريت خلي يجدد لك اياها. اهلا وسهلا فيك. يعني هالمواطن شفته يلي بيسرع شو بيصير فيه اذا بده يتبهدل، ومرات كثير يمكن فالي بارك بكون اخذ السياره وشاغل شغله وانتم ما معكم خبر وبعدين بتطلع الصرخه. منكمل. الو 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 تفضل. مدام ربك انا بدنا نتشكرك. على شو؟ كنا قدمنا شكوى عندك للبلدية بلدية بيروت مشان حفريات حق شركة الكهرباء. مزبوط. مش الحال؟ مش الحال. بدنا نتشكرك نحن وصوتك وصيل ومش الحال عنا عم يشتغلوا. أهلا وسهلا فيك. نحن بنشكر كل يلي بيتجاوبوا معنا خصوصا بالإدارات العامة لأنه بالنتيجة نحن دورنا هو تواصل يعني بيننا وبينكم على أمل يا ريت كل الكل هيك بيلبينا مثل ما بيلبونا ببلدية بيروت. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. اتصال آخر. ما فهمت شي عليك شلتي. عم بقول لك تفضل. أهلا وسهلا فيك. مين معنا؟ اللي بدي احكي أنا بقصد موضوع. إيه اللي عم بسمعك شو هو الموضوع؟ هلا أنا على الخط؟ إيه أنت على الخط وعلى الهواء وأنا عم بسمعك. مرحبا. معي سعد درغي من عين علا. إيه أهلا أستاذ سعد. في أنا بدي أسألك هلا سكلين موجودة بكل لبنان. نعم. من عدا عين علا، هل عين علا ضمن لبنان ولا برات لبنان؟ ولا بدنا نسأل ليش؟ لأنه بتعرف السكلين بده يكون في اتفاق بين البلدية وتايخ يعني ما فيهم يطلعوا بدون. إذا طالعة أنت عم كفاية كل الطريق فيها سكلين بس توصل عين علا ما في. طيب كيف تنلم؟ عين علا بتطالع كله لآخر المتن فيه. طيب كيف بتتاخد النفايات بالمنطقة عين علا؟ في حدا بيقطع كل يوم بلمها من البلدية؟ كان في واحد مش من البلدية، كان في واحد يجي ياخذ بالشهر 10 دولار ولا ما في حدا. من اي من الصبح عم زق زبالي. بدنا نحكي البلديه لنشوف كيف عم يعني اكيد ها مش مسؤوليتكم، البلديه المفروض تنسق هالموضوع. اهلا وسهلا. شكلين برات برات البلد بده يكون يعني. لانه مش معمول معه كونترا عقد يعني اكيد لانه في بلديات مش عامله عقد مع السكلين وهي متولايه هالموضوع عرفت؟ بدي اشوف مع بلديه عين علا وبرجع بجاوبك. كمان اتصال. الو بونجور. بونجور. بليس في عنا طريق دريا عجلتون. نعم. ما فينا نمشي عليها من الجوار. طريق دريا عجلتون. ايه يعني الوادي. ايه يعني هونيك في مسلخ وفي بعرفها الطريق. ايه بدنا نشوف يعني صار يعني علي حفريات كثير. ايه في عندك طريق شي 20 متر بنقعد بنزور بيمين شمال تتمرق سياره ما عم تمرق. اوكي. وما بعرف شو عم بيصير. بدنا نسال البلد. رح نشوف بلديه عين دارا اذا ملزمه الطريق ولا شو صاير فيها. اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. بنتقل انا وياكم لصوره اليوم وهالصوره رح نشوفها سوا. واتخذت الساعه 9:30 من صباح اليوم على الاوتوستراد ليكو معمل الذوق الحراري. هذا اليوم صباحا فاطمه جول هلأ نية متوقفة عن العمل ودوخينا كمان فرجع معود عليها زيادة دخون الذوق يلي ما بعرف إذا رح يلتقى حل ولا لا. والناس شو عم تتنشأ كلنا منعرف والأمراض منعرف وبالوقت ذاته الكهرباء ما فيه. وادفع يا مواطن فاتورة صحية فاتورة استشفائية فاتورة تلوث وكمان فاتورتين كهرباء. باخذ اتصال. الو الو اهلا الو بونجور بونجور. بدي اسالك بمنطقه رون كايل. نعم. من عند حكايه مون كان قديما. نعم. يعني حد الجسر. نعم. بس تفوتي لمفرق البلاي بوي. نعم. هيدي الطريق صارنا 3 سنين نحن ساكنين بالمنطقه هون ويمكن من قبلنا من اولها لاخرها جوار ومجارير وريحه لا يطاق وعجقه سير ما بتنطاق ناس يعني صار خط صار خط يعني كثير عم يقصدوه يعني منه مش عم بيخف شوي على الاوتوستراد كمان. ايه بس قضيه المجارير والمي ما بتنشف وصلت هي تاب حاكين 100 مره هي تاب على اي بلديه زوم كيل او زوم مصبح هيدي تاب على اثنين
لعد مفرق كنيسة مرشربي بتابع لزوق مصباح، ومن بعد كنيسة مرشربي لزوق مكايل. زوق مكايل. هلا من بعد زوق مكايل في معارض تبع السيارات، في جورتين بضلوا يكبوا مي. وقدام مصلبية مرشربي المجرور مع رواية. هيدي مؤسف جدا. قضية مجرير كسر معك حل، أهلا وسهلا فيك، وأكيد على البلديات إنه تعالج موضوع، ولكن انتهى الوقت لليوم. كنت حابة أقول إنه أهالي يعني ترانس الجعيتة امبارح 8:30 بالليل صار علي عطل كبير وأرعب الناس، فكروا مدري شو فيه. حتى الساعة المنطقة كلها اللي بتتغذى من ترانس الجعيتة بعد ما عندها كهرباء، يعني بدي أتمنى الإسراع بإصلاح العطل، لأنه في منطقة بكاملها بلا كهرباء. وبرجع نهار التنين إن شاء الله بفتح موضوع الصرف الصحي بكسروان نتيجة كمال اتصالات يلي عم تورد من المنطقة، خصوصا منطقة عين الريحاني وغيرها. نهاية أسبوع مريحة دافية بتمنيها للجميع، على أمل التقى فيكم التنين. إلى اللقاء.